كل وعدك حق يا رب وكلامك صح. أشكر ربنا. بعد كده منال ضعفت ورجعت تاني مصر، ما استحملتش تعيش معايا لأن احنا قدمنا لجوء سياسي، فاللاجئين السياسيين في الفترة الأولانية بيضغطوا عليهم قوي، بتبقى فلوس قليلة وبيوت وحشة وحطونا في الجنوب خالص. فقعدت تقول لي ليه وربنا ما يرضاش، أنا مش واخدة على المستوى ده، أنا مش واخدة على العيشة دي. المهم ونزلت مصر، رجعت مصر وسابتني. بعد كده سمعت انها اتجوزت واحد مسلم، طبعا قلت خلاص، ابتديت اقطع صورها وارميها واقول منال ماتت، انا مش بنت اسمها منال. لكن طبعا حاسه من جوايا ان اللي تعمدت وخدت جسد الرب ودمه مش ممكن الرب يسيبها تضيع ابدا في الاسلام. ابتديت اصلي تاني واقول له رب حاسبني يا رب طول عمري عايشه لوحدي، حاسبني محرومه من ولادي. بعد فترة لقيت منال بتتصل بيا تاني وبتقول لي أنا عايزاكي، أنا مسيحية، أنا ندمانة، أنا غلطانة، أنا مفيش زي المسيح، أنا عايزة أرجع. ترجعي إيه بقى؟ ده أنت متأيدة من كل ناحية، زوج مسلم وفي مصر وأمن دولة عارفينك وخلاص انتهى الموضوع. لكن طبعا إيد الرب القوية خرجت لي منال تخرج من مصر يوم 30/6 تجيلي على ألمانيا وهي حامل في 9 أشهر عشان تولد ماريا يوم 19/7. 3 أسابيع قبل الولادة منال تركب الطيارة وتخرج من مصر ولوفتهانزا وتروح على ألمانيا، وراح استقبلها في ألمانيا واجيبها بالقطر على هولندا. أول ما عرفت أنها حامل وعملت أشعة وعرفت أنها بنت بقيت أصلي ربنا أقول له أوعى أوعى يا رب تسمح ان اول حفيدة ليا تبقى عيشة ولا خديجة ولا اوعى يا رب. ربنا الرب ما سمحش ابدا. حسيت برضو بحنين لابني، ابني امور قوي وطيب، حس ان قلبه طيب. قلت له يا رب نفسي في ابني، نفسي اشوفه. بصت لقيته ابتدى يتصل بيا ولقيته عايز اقتلك واللي عايز اذبحك اتحول بقى يا حبيبتي يا ماما وحشتيني. قلت له سبحانك يا رب. برضه كنت خايفه منه في الاول وقلقانه شويه لحسن يكون عامل لي كمين، وخصوصا ان هم عملوا لي كذا كمين قبل كده ولادي. فقلت له طب يا ابني احنا لينا صديق مسيحي قبطي مصري هيعمل لك دعوه في انجلترا وهنتقابل في انجلترا بعيد عن هولندا وبعيد عن بيتي وبعيد عن كل حاجه، يعني عشان اشوف هو صادق فعلا ولا لا. وابني جه وقابلته بعد 6 سنين، قابلته في انجلترا وقعدنا مع بعض 8 ايام. بعد كده رجعت هولندا كل ما يكلمني يقول لي وحشاني مش قادر. اقول له سبحانك يا رب. لغايه ما بعد كده بس ابني مهندس ميكانيكا خريج كليه هندسه ميكانيكا باور بيشتغل في توكيل فولفو في مصر. لقيته في يوم بيكلمني وهو فرحان قوي بيقول لي يا ماما ده انا الشركه هتبعتني السويد جنبك هاخد تدريب لمده 2 اسابيع. فقلت له بس السويد مش هتقدر تجيني، لازم تاخد فيزا لهولندا واسمه نازل في الكمبيوتر ان هو ما يخشش هولندا عشان حفظ عليا وكده. فقلت له خلاص بقى يا رب انت هتتصرف. المهم جه السويد يعني صعب ان انا اروح له وصعب ان هو يجيني يا رب جنبي، وعمال كل يوم اكلمه ويكلمني. بس لقيته في يوم بيقول لي ماما ده فرع الشركه في بلجيكا دعاني اقضي معاهم 3 ايام. قلت له طبعا يا رب لازم. بيننا وبين بلجيكا بالظبط 3 ساعات في القطر. اول ما جه بلجيكا وخلص قلت له خلاص انت خلصت دلوقتي الدراسه بتاعتك في السويد وبلجيكا؟ قال لي اه. قلت له اركب القطر من بروكسل وهتنزل عندي في امستردام. ركب القطر وجاني امستردام. قبل ما يخش بيتي قلت له اسمع يا محمد انا بيتي بيت مسيحي كله مليان حاجات مسيحيه كله صلبان وكله صور، هتقعد في بيتي ولا هحجز لك في فندق؟ قال لي لا يا ماما حبيبتي انا مستعد اقعد معاكي في اي مكان. مجد اسمك يا رب. جاني البيت ونزل في الأوضة بقيت أقول له نام هنا في السرير ده عشان تبقى تحت العذراء. يقول لي حاضر. بص له كده أقول له يا رب هكمل. ما قعد معايا 10 أيام. يعني ابني اتغير خالص، حنين وطيب
حتى طريقة كلامه حلوة، ويا ماما يا حبيبتي اتناقشنا كتير واتكلمنا كتير، بس لسه يعني أكيد الرب هيجيبه، الرب اللي وعد في الكتاب المقدس 3 4 مرات وقال تخلص أنت وأهل بيتك، لازم يكمل كلمته. واثقة إن هو إن شاء الله الرب هيجيبه لنعمته. في بنتي الصغيرة متجوزة وفي السعودية، لما بيسألوها فين ماما بتقول ماما ماتت. معلش، هي ليها وقتها والرب برضه هيجيبها. يعني هي لسه ما عندها، لكن كله هيجي في وقته إن شاء الله. لا احنا اتطلقنا من زمان بقى وما فيش اي اتصال، يعني ده حتى وابني جاي قعد يوصيه، اوعى ماما لحسن المسيحيين دول كلهم سحر، يعني دي الحاجه المعروفه عند الاسلام. اتطلقت قبل ما ترتدي للمسيحيه؟ مش ارتد اروح للمسيحيه، لا هو الارتداد يبقى للطريقه الاسلام. الحمد لله اتطلقنا من زمان، فقعد يوصيه بقى اوعى يا ابني لحسن بالصحرا، اوعى يا ابني تقعد تقول لك مش عارف ايه، يقول له حاضر حاضر يا بابا امي جي عندي. طبعا كل الكلام ده اتنسى واتناقشنا كتير جدا، يعني الحاجات اللي ربنا عملها عشان بعد كده تبقى اثبات لي، ان انا يوم ما شفت الرؤية وقمت من النوم عمالة صرخ وزعق فين وفين، كان اول واحد جاني ابني محمد، وجي جري وقال لي ايه ماما حبيبتي، فبقول له شكله كذا وكذا، كان ابني محمد وبنتي الصغيره نهال، الاثنين قالوا لي ملاك. بعد شويه برضه سالت باباهم قال لي ده سيدنا يوسف هو اللي كان جميل كده، قلت له اخليك انت في سيدنا يوسف انا عارفه ده مين. لما جاني ابني قلت له فاكر يا ابني الرؤيه؟ قال لي طبعا فاكر، وفاكر منظرك وفاكر اللي حصل، بس ماما شعرفك يمكن اللي انت شفتيه ده محمد. قلت له لا يا ابني محمد مين محمد مين يا ابني؟ طب ايه رايك انا حاطه صوره كبيره كده لوش السيد المسيح اللي بتاعت الكفن المقدس، يعني هي دي اقرب صوره لشكل المسيح. فبقول له ايه رايك يا ابني ان انا اللي شفته في الرؤيه هو الوش ده؟ طب تبررها انت ازاي ولا تفسرها ازاي؟ قال لي الحقيقه مش عارف بقى يا ماما. قلت له بكره هتعرف ان شاء الله. اولادك لما اتطلقتي ضلوا معاك؟ هو طلاقي كان بإيد كبيرة من ربنا، ولو أنه كان قبل الإيمان ب5 سنين، لكن طبعا الرب كان بيخلصني، لأن أنا كان في علاقة قوية جدا بيني وبين جوزي، وكنا مرتبطين جدا، يعني أنا وولادي وجوزي، أنا كان لا يمكن أخش السرير ونام إلا ما ولادي الثلاثة نايمين ومغطياهم ومأكلاهم رغم أن هم كبار، لكن ابني ده كان لا يمكن أقدر أغمض عيني إلا ما يكون جاي من بره وعشيت واطمنت عليه، وكنا مرتبطين ببعض قوي. فكان الطلاق بطريقة عجيبة جدا في سنة 80، من سنة 79 ابتدى يجيني نزيف حاد جدا، وكشف عليا الدكاترة كتير قوي ومحدش عرف سبب النزيف ايه ولا حد عرف يوقفه، لغاية ما رحت لدكتور كبير في طب عين شمس وقال لي ناخد عينة من الرحم ونحللها ونشوف سبب النزيف. المفاجأة بقى أنه طلع أنه سرطان في الرحم. طبعا أنا انهارت، وأنا لسه صغيرة سنة 79 أو 80، وأنا مواليد 42، يعني ما كملتش 38 سنة وأنا صغيرة، وهيشيلوا الرحم وأعمل إيه؟ وخصوصا ان امي اتوفت بنفس المرض، يعني كان عندها برضه في الرحم بس ما اكتشفوهوش بسرعه، ومشي ومسك في الكبد وكده وماتت صغيره. فخلاص بقى انا ميته، وده اللي كان بيخليني احس ان انا عايزه ادور على ربنا اكتر، لان انا خلاص هموت، فلازم بقى اعمل لاخرتي، اشوف انا بعد ما اموت هروح في النار ولا هروح في الجنه. المهم ان انا استسلمت ورحت عملت العملية، هو لاني كنت ضعيفة جدا وبقالي سنتين بنزف وكده، فلما عملت العملية كانت العملية كبيرة جدا، فتح بطن من هنا لهنا، وطبعا لازم يشيلوا الرحم ويشوفوا في اورام ماسكة في جسمي وكده. فبعد العملية جاني هبوط في القلب وكنت خلاص يعني بين الحياة والموت، فجم طردوا اهلي كلهم من المستشفى وقالوا لهم سيبوا لنا نمر التليفون عشان لو ماتت ولا حاجه نقول لكم تعالوا شيلوها.
فكلهم خرجوا من المستشفى. المهم ان انا فقت على حاطين لي جلوكوز ونقل دم ومش عارف اكسجين وفي العنايه نقلوني العنايه المركزه. فطبعا اول ما فقت ولقيتني لسه صاحيه فرحت جدا ان انا ما متش. مستنيه بقى تاني يوم ان انا جوزي يجي بقى عشان هو اقرب واحد ليا عشان اقول له ان انا ما متش. لكن شوف عمل ربنا، تاني يوم ابص الاقي اخواتي اصدقائي زمايلي في المدرسه جيراني كل الناس تجيني الا هو. طبعا صدمت، معقوله الحب الكبير اللي ما بيننا ده يصبح تاني يوم ما يجينيش؟ المهم قلت لاختي انزلي بسرعه شوفي لحسن تكون جرت له حاجه ولا يكون حد من ولادي جرى له حاجه. فنزلت وبعد شويه لقيتها جياني مدلدله كده ومطيه. فبقول لها ايه مالك مطيه ومكسوفه من ايه؟ قولي لي قولي لي في ايه؟ قالت لي يا ستي ولادك زي الفل وقاعدين مع حماتي والدة جوزي وكويسين، بس جوزك راح الشغل. حسيت ان هو زي ما يكون بالظبط ذبح مشاعري من ناحيته، راح الشغل والكلبة اللي سايبها بتموت في المستشفى ما صبحش تاني يوم يشوفها ماتت ولا ما ماتتش. خلاص بعد فين الساعة 3 الظهر لقيته داخل. فبقول له ايه انت كنت فين؟ قال لي اصل انت امبارح كنت بتموتي وانا قلت لا انا اخرج اروح على شغلي ويجيني الخبر على الشغل. انت اللي بتقول كده، ده مش هو اللي بيتكلم. بصيت له كده قلت له كده انا ما سواش عندك اي حاجه، انا كنت متوقعه ان انت هتبات في الشارع قدام المستشفى، مش هيهون عليك تروح وتسيبني تيجي تطمن عليا. خلاص من النهارده ولا انت جوزي ولا انا مراتك. وانتهى، انتهى فعلا من اللحظة دي. بعد ما خرجت من المستشفى 3 سنين حتى اما اكون معدية على الأوضة اللي هو قاعد فيها واسمع صوته بيكح ابقى عايزة اسد وداني. يعني خلاص حاجز كبير بيني وبينه. قعدنا 3 سنين بس مفيش، مش طايقاه ومش قادرة. قلت له خلاص انا مش زوجة ليك، مش زوجة ليك، انتهى. لغاية ما استسلم في الآخر ونزل طلقني سنة 83. بيطلقني وبيقول لي أرجوكي عشان منظره هو وكيل وزارة الأزهر، منظرنا والعيلة والبنات، مين هيتجوز بنات أمهم متطلقة وكده، أرجوكي نفضل زي ما احنا. الشقة عندنا كبيرة جدا، أوضتين نوم جوه بالحمام والتواليت وأوضتين نوم بره، أنت والبنات خدوا الجناح اللي جوه وأنا والولد هناخد الجناح اللي بره، بس منظرنا قدام العيلة وقدام المجتمع إن إحنا أزواج. وفضلنا على كده لغاية ما شفت السيد المسيح في 7/1/88 وسبت البيت في آخر مايو 88 في نفس السنة. فضلت العلاقة مش بينكم وبين ولادكم؟ فضلت العلاقة طيبة بيني وبينهم لغاية موضوع الشريط بقى، وابتدوا يخيروني بقى، لا أنت كده فضحتينا، أنت هتضيعينا. ابني الكبير وبنتي الصغيرة رفضوني خالص، منال قبلت المسيح وجت معايا وتعمدت وزي ما قلت لكم. هلا منال مثلي بتعتبريها بالإيمان المسيحي؟ آه الحمد لله. ماريا المعمودية في الكنيسة الأرثوذكسية للبنت بعد 80 يوم. أنا كنت من يوم ما اتولدت ماريا عمال أحسب أدي فات يوم أدي فات اتنين عشان لغاية ما كملت 80 يوم ورحت وعملتها بنعمة المسيح، ولازم أسبوعيا نكون في الكنيسة كلنا. وسلوى ما هي اتطلقت من جوزها اللي هو بابا ماريا. وحتى انا كمان قلت عشان الامانه لما منال جاتني كلمته في التليفون وقلت له منال جاتني ولدت بنت وسميتها ماريا. يقول لي ماريا؟ قلت له اه ماريا. ما طلبهاش؟ لا طلقها. بس طلبها للبنت؟ طلب البنت، بس احنا في هولندا ما يمشيش عليا قانون مصر. لكن بشهاده الميلاد شو اتكتب؟ ماريا انا اديتها الوالد، اديتها لقب كبير بعيد خالص اللواء، دي اسم العيله الكبير. حاليا منال بنتي لما جت جايه بالاسم القديم منال محمود حسني عبد الرحمن، اتغير الاسم دلوقتي خليناه منال، وخدت لقب هولندي عشان لازم ياخد اللي يغير اسمه في هولندا ياخد، فسموها ركمان.
أجنبية. آه أجنبية. وماريا ركمان وسارة ركمان. كلهم هم الثلاثة اسم واحد الحمد لله. أشكر ربنا. إيه سر دخول منال الإيمان؟ هي منال طول عمرها أقرب واحدة ليا وطيبة وهادية وحلوة، يعني حبيبة ماما اللي لازقة في ماما على طول. لما عرفت إن أنا، لما أنا بعد ما خدت تصريح من السيد المسيح إن أنا بقى أتكلم، قلت أول ناس أكلمهم ولادي، فكلمت ولادي الثلاثة قلت لهم ده اللي أنا شفته السيد المسيح وأنا مسيحية. طبعا صاروا وانتي اتجننتي وانتي مش عارفة، حتى منال صارت كمان وخصمتني ومبقتش تجيني بيتي وكده. وفي يوم جتني المدرسة وهي قاعدة جنبي، لقيت في مدرس بيقول لي في مبشر هندي جاي زيارة لمصر، وقعد يومين اتنين وبيحكي قصة إيمانه إزاي دخل في المسيحية، كان هندوزي يعني بعيد خالص، وبيحكي وله اختبار حلو قوي. ومنال قاعدة جنبي، هو ما خدش باله إن منال، فلقيت منال بتبص له كده، فبقول لها تيجي معايا يا منال؟ قالت لي آه أجي عشان أشوف التخريف بتاعكو ده. المهم إن أنا طبعا كله بترتيب الرب خدتها معايا ورحنا الاجتماع، ابتدوا يرنموا، بس لقيت عماله تبص لهم ايه الكلام اللي بيتقال. طبعا بعيد بعيد قوي عن المسلمين الكلام الحلو اللي بيتقال ده، بس لقيت عماله تسمع وتبص. ابتدى بقى المبشر الهندي يحكي ويقول ازاي دخل في الايمان، وازاي قابل السيد المسيح، وازاي السيد المسيح بيستخدمه، وازاي الفرح والسعاده اللي هو فيها من بعد ما شاف السيد المسيح. وبعدين بيقول هيجي في يوم الرب يسالكوا ليه ما امنتوش ليا، هتقولوا له ايه؟ هتقولوا له ايه؟ بصيت لقيت منال بتعيط، قلت له أشكرك يا رب اديها أكتر. قال مين يسلم حياته للرب ويآمن بالمسيح مخلص؟ لقيتها بترفع ايدها. يا حبيبي برضو أنا قاعدة ساكتة خالص، لأن مش عايزة أضغط عليها وأقول لها بقي مسيحية وتصبح تاني يوم، فساكتة خالص ما اتكلمتش. المهم لغاية ما خلص الاجتماع وقالت خلاص أنا مؤمنة بالمسيح وكل حاجة، وجيت بقى كنت ساعتها أنا في شقتي وهي قاعدة مع باباها، فجيت وصلتها بتاكسي لغاية باب البيت وجيت تحت، قلت لها بقول لك يا منال أنا قلت لك، لا قلت لك تبقي مسيحية ولا تبقي مسلمة، تروحي النهاردة وتصلي وتسألي ربنا وتقولي له يا رب وريني اللي أنا كنت فيه ولا اللي أنت وريتهوني النهاردة. وسبتها ورحت على بيتي وقعدت أصلي أرجوك يا رب توري منال علامة من عندك أرجوك يا رب. فضلت أصلي صلي بحرارة لغاية ما الرب إداني سلام ورحت في النوم. تاني يوم بصيت لقيت منال جياني فرحانة ووشها منور وما يصب لها إيه حبيبتي شفتي إيه؟ قالت لي يا ماما ده أنا زي ما أنتي قلتي لي بالظبط قبل ما أنام، قعدت أقول يا رب أرجوك يا رب وريني يا رب اللي أنا كنت فيه ولا اللي أنا شفته النهاردة. وأول ما غمضت عيني شفت السيد المسيح على الصليب، رحت مصرخة قلت له خلاص خلاص يا رب أنا مسيحية. مش وأثرت عليها يمكن الرؤية اللي كانت معاك هي كل ده ما كانش مأثر عليها، كانت متهيأ لها ان انا بخرف او المسيحيين بتوع المدرسة عشان انا اذيتهم عاملين لي سحر، كلهم كانوا بيقولوا كده لغاية ما شافت السيد المسيح الصليب خلاص. ما هي ما كانت معايا اصل هولندا مقدمة أنا فيها لجوء سياسي بيضغطوا علينا قوي عشان يعرفوا إحنا فعلا في مشكلة وهنستحمل ونعيش في هولندا ولا ممكن نرجع بلدنا ونريحهم مننا، فضغطوا علينا قوي يعني فلوس قليلة قوي وبيت أنا وهي في أوضة، يعني يا أنا أخش الأول يا هي تخش الأول لنخبط في بعض وسريرين لازقين في بعض، يعني عيشة صعبة قوي عشان يضغط علينا يا نقعد يا نسلم ونقول احنا راجعين. فهي ما استحملتش لان طبعا هي جايه من مستوى تاني وحياه تانية، فقالت لي لا مش مستحمله ونزلت. وبرضه هقول ان اختبار جامد من الشيطان، يعني الشيطان ما زقها جامد، لكن الحمد لله لان الرب افتقدها تاني وجابها لي. ف
خلاص. عايشين هلا بهولندا؟ انا الحمد لله، انا طبعا كنت مقدمه معاها، اخذت حق اللجوء السياسي، بس برضو ضغطوا علي، قعدوني سنه كامله لغايه ما ادوني حق اللجوء السياسي، لانهم ما كانوش مصدقين ان انا ممكن هتحمل واعيش من غير ولادي. لما منال نزلت اجلوا قرار اللجوء، قالوا اكيد اعصابها هتتعب وتنزل، لكن طبعا لولا الرب كان مساندني. لما مش عارفه كان جرى ايه بالنسبه للمعيشه، بيدونا معاش الحكومه يعني كويس الحمد لله. لا انا ما اقدرش اشتغل، لان لو انجليزي ممكن اتعلم، لان احنا كلنا عندنا باك جراوند عن الانجليزي، دارسينه في المدرسه وكده، لكن الهولندي لغه مختلفة خالص، وما اقدرش اشتغل، لكن باخد معاش الحكومة، واخدة شقة كويسة حلوة، اوضة النوم الفريد شافي شقة، هو وانمو جوني قعدوا معايا 3 ايام والحمد لله، ومستواها حلو وفي مكان جميل جدا. ده انا حتى واخدة بنروح نقدم في الكمبيوتر ونستنى الدور بتاعنا، اما جيت دور عليا وقالوا لي انت هتاخدي شقة في حي اسمه ستيفنز هوف، رحت اتمشى في الحي واتفرج، يا نهار يا رب انا هسكن في حي الاغنياء، ما كنتش مصدقه لدرجه ان انا كنت اقعد اصلي ويا رب ويا رب بعد ما تفرحني واعرف ان انا هسكن في الحي ده يغيروا رايهم ويقولوا لي لا روح الحي التاني. حي مش معقول، النظافه والجمال والاحسن حته في هولندا الرب اختارها لي اسكن فيها. الحمد لله. ماهد اسمع منك بس، وقت اللي شفتي المرأة وطلبت منك مصاري بمصر؟ آه العذراء. العذراء. انتي فكرتيني. حلوة قوي. كنت ماشية في الشارع وعمالة أقول له يا رب انت عارف ان انا مؤمنة من كل قلبي بيك، وانا شفتك ومفيش قوة على الارض تخليني انسى اللي انا شفته يا رب. وديك شايف يا رب الكنيسة والاباء الكهنة كلهم خايفين مني ومحدش راضي يعمدني، يعني يا رب انا دلوقتي لو مت هبقى مسلمة ولا هبقى مسيحية ولا هتقبلني ايه؟ وعمالة اكلم ربنا وماشية، بصيت لقيت واحدة ست راحت واقفة في سكتي وموقفاني، فيها هيبة عجيبة خلتني وقفت. الست كبيرة وبشرتها جميلة رغم انها ست كبيرة، وماسكة عصاية تخينة، وفي ايدها التانية كيس نايلون فيه طماطم كبيرة شكلها عجيب قوي، ما فيش زيها في مصر، كبيرة عاملة زي التفاح كده، والعصاية وقوية، ولابسة جلابية سودة وطرحة وحزام في وسطها كده. راحت وقفتني كده وقالت لي الكنيسة خرجت. انا اتخضيت، ده انا ساعتها مخبية وما بقولش لحد ان انا شفت المسيح ولا انا مسيحيه ولا اي حاجه، فبقول لها الكنيسه كنيسه ايه؟ قالت لي كنيسه العذراء، مش انت جايه من كنيسه العذراء؟ جسمي ارتعش، قلت لها لا انا مش جايه من كنيسه العذراء، عن اذنك بقى عايزه امشي. قالت لي استني، كنيسه العذراء انت خايفه من ايه؟ انا مسيحيه. وراحت عامله لي ايدها كده، لقيت في ايدها هنا صليب عجيب عمري ما شفت زيه، كبير 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 جدا كده، ولونه أزرق جميل غير الصلبان اللي بتدق دي، منظره عجيب قوي كبير كده. بصيت للصليب كده واطمنت، قالت لي وانتي كمان مسيحية؟ قلت لها مين اللي قال لك ان انا مسيحية؟ شاورت لي على السما كده، قالت لي هو. حسيت بفرح وسلام، يا رب بترد عليا بسرعه كده، ده انا لسه بسالك وبقول لك يا رب انا لو مت دلوقتي هبقى مسلمه ولا مسيحيه، بترد عليا بسرعه كده. قلت لها انا مسيحيه، بس انا مش جايه من كنيسه العذراء، عن اذنك بقى خلاص خدت الرد اللي انا عايزاه وفرحانه بقى وعايزه ازقها وامشي. سلسلات راحت معيطه جامد قوي، بقول لها ايه بس يا ستي بتعيطي ليه؟ لان عيطها زي ما تكون عصر قلبي ودموعها وكده. بتقول لي أصل الدنيا بقت وحشة والناس بقوا قاسيين وبقت قلوبهم جامدة، أنا بقى بغبائي افتكرتها إنها عايزة تشحت حاجة، فتحت شنطتي وطلعت حاجة بسيطة كده ورحت مدخلة لها في إيدها ورحت ماشية على طول. بعد كده تنبهت، مشيت خطوتين تنبهت، قلت اخس أنا مالي بخيلة كده، بقى الست تبشرني وتقول لي أنت مسيحية وتجيب لي الرد من ربنا وانا اديها الحاجه البسيطه دي، لا انا هطلع 10 جنيه واديها لها. رحت مطلع 10 جنيه ودورت ورايا مفيش، جريت على الرصيف، كان الصبح بدري كنت رايحه مدرستي، رصيف كده 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 ما لقيت لهاش اثر. لكن
قعد منظرها وصوتها في وداني وفي عينيا لغايه النهارده. عارفه انت بتقولي لي احكي لي الست اللي قالت مصاري، صورتها جت قدامي. يا حبيبي هلا. ودي كانت مين بقى؟ ده ربنا بعتها عشان يديها رساله. مش عارفه يعني طبعا مش لا مش العطر مش عارف. بس انا ما خدت شقه تانية غير شقتي، اخدتها كانت جنب كنيسه العذراء اللي في شارع احمد عصمت. انا يوم ما خدت الشقه دي ما كنتش لسه دخلت في الايمان، بس خدتها عشان انا مطلقه وهتبقى يعني شقه احتياطي. فكنت كل ما اروح الشقه واتفرج الشقه جميله وحلوه، افتح شباك الصاله اقول الشقه دي فيها عيب واحد بس، انها بتبص على الكنيسه. كان عارفه كنيسه ايه؟ افتح شباك الصاله الاقي المناره بتاعه كنيسه العذراء والصليب الكبير في وشي، لان انا في الدور الرابع في وشي على طول. انا ايه اللي في وشي ده؟ يلا معلش مش فاتحه الشباك ده خالص واقفل الشباك. بعد ما دخلت في الايمان واتنقلت شقتي قلت اه يا رب انت اخترت لي عشان يبقى الصليب في وشي على طول. وكنيسه العذراء في شارع احمد عصمت كنيسه رهيبه، يعني دي مش كنيسه، دي كاتدرائيه. الواجهه بتاعتها كلها فيها صوره للملكه شايله المسيح الطفل، رائعه رائعه. بعد كده ما دخلت في الايمان وانا رايحه وجايه ابص على الصوره اقول اه طبعا هي اللي ابتدت معايا، الرب بعتها لي هي اولا. بنفس النهار اللي شفتي الست وحكيتك هيك كنت واصلة على المدرسة صرت تصلي ايدك على وجهك لحالك بنفس النهار ولا غير؟ لا ده كان قبلها. كنت لسه شايفة السيد المسيح وما اعرفش اي حاجة عن المسيحية، وعمال اقول لهم علموني علموني المسيحية ايه علموني، كل ما حدش عايز يعلمني ولا حد عايز يديني كتاب مقدس. ففي يوم وانا بعدي الرصيف مش حاسه بعدي الشارع، مش حاسه بالدنيا ومش حاسه برجليا ومش حاسه بالشارع ولا حاسه باي حاجه، ماشيه بخطوات انا مش من العالم ده، انا جايه من عالم تاني. بصيت لقيت تاكسي جه وكان هيخبطني وفرمل جنبي كده وخلاص خلاص هيخبطني، نزل. فانا ببص له كده ايه ده مين ده وايه اللي جايبه جنبي مش جريان. فلقيته بقى عمال يقول لي يشتم الفاظ عجيبه كده وبيقول لي ما تفوقوا ما تبطلوا اللي انتوا تفوقوا تفوقوا ايه مش ده انا اللي بشغل. لسه هحط رجلي على الرصيف لقيت صوت قوي بيقول لي قولي باسم الاب والابن والروح القدس. قلت له ايه؟ اتهيأ لي ميكروفون ولا حاجه. قال لي تاني قولي باسم الاب والابن والروح القدس. قلت له مين؟ طبعا ما اعرفهاش ولا سمعتها قبل كده. وقفت ابص على الناس، الناس كلها سامعه معايا الصوت ده ولا ده ليا انا؟ بص لقيت الناس كل واحد رايح جاي في حاله. فتالت مره بقول له ايه؟ فقال لي بسم الاب والابن والروح القدس. مش عارفاها برضه لسه ما حفظتهاش. دخلت عند سلوى دايخه فلقيت هي مكتبها جنب باب المدرسه. فرقت جري راحت جابت لي كرسي بقى ووشي اصفر ومخضوضه. انا مش مخضوضه من التاكس، انا مخضوضه من الصوت وقوه الكلمه. الكلمه قويه قويه نزلت رجتني من جوه. فبقول لها سلوى تقول لي انت يا ابله نادي اللي الفرامل ضربت دي العربيه كانت هتخبط. لا اللي مش اللي مخليني كده ده مش العربيه، ده صوت قال لي يا سلوى قولي باسم الاب والابن والروح القدس. قالت لي ايه؟ وايه ايدك دي؟ قلت لها مش عارفه حاجه مسكت ايدي وخلتني رشمت الصليب كده. قالت لي طب قولي تاني. عملت تاني قولي تالت عملت تاني. خلاص حفظتها. فقالت لي شوف بقى ربنا بيعلمك بنفسه ازاي، كل ما تقومي من النوم كل ما تخرجي كل ما تدخلي كل ما تبقي بقى لوحدك قوليها بس اوعي تعمليها قدام حد تودي نفسك. لسه على اتصال بيها؟ اه دايما. اه انقذوا شيء سلوى؟ اه طبعا. اه والخولي كمان؟ هو في 11 واحد دخلوا السجن. 11؟ اه في منهم 8 اتبهدلوا يعني تعذبوا تعذبوا. يعني في الاستاذ موريس اللي هو حاليا معايا في هولندا ومقدم لجوء سياسي وربنا عوضه وخرج وجه هولندا هو ومراته واولاده، وحتى في هولندا ربنا رزقه بالعيل الرابع سماه اندرو. الحمد لله. وفي كذا واحد، في واحد في امريكا وفي واحد في كندا هنا في اسمه مظهر هنا في كندا. في هم 7 اللي اتضربوا واتبهدلوا قوي، في 3 ستات
من ضمهم سلوى، بس اشكر ربنا سلوى الوحيده اللي ما اتسجنتش. في اتنين ستات برضه مدرسات، واحده منهم اللي ودتني لابونا زكريا، والثانيه اللي كانت بتاخدني اجتماعات صلاه وكده. وابونا زكريا اتحبس 4 ايام، وبعدين البابا اتصل بزكي بدر، كان ساعتها زكي بدر، وقال له يعني ما يصحش اب كان يتحبس وكده، فقال له يخرج من باب السجن لباب الطياره، وراح استراليا. قعد في استراليا فتره، وبعدين دلوقتي وحاليا في لندن وبروح له، وهو اللي عمه ساره. ساره الصغيره كان الفريد موجود في المعموديه. عمدني انا وعمد منال وعمد ساره، 3 اجيال ورا بعض عمدها. وصلتي على هولندا من يوم ما وصلتي لحد هلا عم بتشوفي اي شيء، اي رؤيه؟ يعني انا الحقيقه ما بشوفش رؤى، لكن انا بشوف الرب في كل يوم، في كل حاجه، في كل خطوه، يعني كل نفس باخده شايفه فيه الرب. شوفي واحده ست كبيره وفي السن ده وتجري 6 اشهر، فاثناء الجري والهروب وكده انا ما كنتش حاسه بالظبط، انا كنت حاسه زي ما يكون انا اداه تلفزيون والرب بالريموت كنترول بيمشيني، اخرجي من هنا روحي هنا، مخي ملغي، تفكيري ملغي، كل حاجه ملغيه. اول ما وصلت هولندا وقعدت، انا هربت من مصر. طب ازاي خرجت من مصر؟ ده اللي بيعمل جريمه، انتوا عارفين امن دوله في مصر والبوليس نشيط قد ايه، ده اللي بيعمل اللي قتلوا بتاع مجلس الشعب ده ولا مش عارفه ايه، قبضوا عليهم في ظرف 7 ايام ولا 6 ايام، وانا الست الكبيره قد كده ايد ربنا. لدرجه ان انا اول ما وصلت هولندا قلت لا، ده انا اقعد اكتب كل اللي حصل بسرعه احسن انسى حاجه، ودونته كله. يعني لو اقول مثلا ان انا ايدته في ايه، يمكن اقل من شهر 3 4 اسابيع كنت كاتبه كل حاجه، وقلت عشان عشت مت اهو موجود، يبقى شهاده للرب. طب يعني الحكومه المصريه ضد الديانه المسيحيه ولا شو؟ مش حته ضد ولا مش ضد الاسلام، لا ولا تعصب، هو الاسلام فيه قانون، اللي كان في الاسلام مرتد من الاسلام لاي دين تاني يقتل، اسمه حكم الرده. يعني مش مين هيدا؟ الشريعه الاسلاميه؟ الشريعه الاسلاميه، القران بيقول كده، ان اللي كان في الاسلام ويسيب الاسلام ويخرج منه لازم يقتل. ما في قانون بمصر يحد من هالشيء؟ لا مفيش قانون. بصي مفيش قانون، مفيش قانون يبقى ضد الشريعه الاسلاميه او يتعارض مع الشريعه. ده ممنوع حتى مسلم مسيحي يتجوز؟ لا مسيحي يتجوز مسلم. ممنوع خالص. ممنوع، لكن الراجل المسلم ممكن يتجوز مسيحي. يعني بيزيد في اسمك دلوقتي في بعض المسيحي؟ طبعا عارفين كل حاجه. وممكن يحضروا حاجه عشان اولا الكتاب نزل مصر وملى الدنيا، والكتاب رساله اليك، اللي هو الرساله اللي انا موجهها للمسلمين، عندكم فكره عنه؟ لا. في رسالة أنا عاملاها بعتها لكل المسلمين، نفس الأفكار والحاجات اللي كانت بتدور في دماغي كاتبها لهم. ليه السيد المسيح الرب أيده بكل المعجزات دي؟ وإزاي أقول عليه أنه نبي ويجي بعده نبي تاني؟ طب المفروض أنا لما أبعت رسول وأبعت ولا رسول تاني، الرسول التاني تبقى في إيده حاجة أقوى من الأولاني عشان يأيده أكتر، فإزاي ده يكون كده وإزاي ده يكون كده؟ يعني التساؤلات دي كلها، وبثبت لهم من القرآن استحالة تحريف الكتاب المقدس، لأن المسلمين الحجة اللي بيقولوها يقول لك ده الكتاب المقدس اللي في ايديكوا ده محرف، فأنا بقول لهم ازاي الله ينزل كتاب وما يحفظوش؟ انتوا كده بتسيئوا لله مش بتسيئوا للمسيحيين، الله مش قادر يحفظ كتابه؟ ومطلع لهم بقى شوية نصوص من القرآن تثبت ان الكتاب المقدس كلمة الله، وان الله إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون. الله يقول كده في القرآن ويغير رأيه في الإنجيل؟ مش معقول. أنت كمان قرأتي بالنسبة للمسيحية كما قرأتي الإسلام، يعني توسعتي طبعا طبعا. أنا جاية على شوق، أنا جاية يعني السيد المسيح بالحب ملاني حب للمسيحية، فأنا جاية بحب
أنا مش جاية لأني اتولدت مسيحية. يعني نقدر نعتبر إنه ثروة كتير أثرت بالأول معاملتها معي. شوف يعني سلوى بالضبط، السلوى خليتك تفكري بالمسيح بالضبط. يعني هي لما نشرت المسيح نقدر نعتبر باسلوبك العادي هو اللي اثر فيك، صرتي تسالي ليش هالجماعه هيك. معناتها بدنا نفهم انه معناتها المسيحي حسابه عسير اخر نهار. المسيحي حسابه عسير. اللي بيعرف حسابه اصعب من اللي بيعرف. المسلم اللي عم بسوي هيك ما هو غلط عليه، دينه عم بقول له هدول كفار اقتلهم. طبعا هو القران ما بقول هيك، الشباب فسروها هيك. فهي عم بقول له دينه، بس المسيحي اللي هو مسيحي وما عم بمشي بتعاليم المسيح حسابه حسابين. اللي ما بيعرف ما بيعرف، اما اللي بيعرف اللي أنا أقوله المسيح النصاري أسألك معلش عملتها كمان لسلوى. معلش برضو حاجة مهمة لازم قوي كلكم تعرفوها. أنا بعد كده قريتها في الكتاب، الكتاب المقدس بيقول اسعوا كسفراء للمسيح، يعني كل واحد فيكم سفير للمسيح. بيقول كمان بولس الرسول يشتم منكم رائحة المسيح الزكية. ازاي اشم منك ريحة المسيح؟ من سلوكك، من طريقتك، من اسلوبك، من امانتك. انتم نور العالم. ازاي انت نور العالم؟ ازاي ليروا اعمالكم الصالحة يمجدوا اباكم؟ ازاي امجد بسلوكك انت وتصرفك؟ سلوى بشرتني من غير ما تتكلم، بشرتني بالمسيح بسلوكها. كل واحد فيكم مسؤول انه يبشر. التبشير مش انه ينزل ويقول تعالوا شوفوا المسيح لا، انا هو جوايا المسيح، شوفوا المسيح واعرفوه مني ومن سلوكي ومن تصرفي ومن طريقتي. هي دي احسن طريقه ابشر بيها بنفسي. ما هو انا لما اقرا الوصايا مش هقراها واركنها على جنب واسلك بسلوكي، لا اسلك بسلوك المسيح. حياه ما بين الوصايا صارت مسيحيه. في سؤال جبريل بيسال هل شفتي جروح السيد المسيح؟ شفتها. بعد ما شفت السيد المسيح في 7/1/88، جيت في 7/1/89، يا رب انا مؤمنه بيك وانا شفتك بعيني وانا واثقه في الخلاص، واثقه في الصليب، واثقه في الدم وكل حاجه، بس انا شفتك يا رب في المجد، شفت الرب في المجد، الرب اللي شفته في المجد وكرسي العرش والقوه والعظمه دي، اتحط على الصليب اتفل عليه واتضرب واتبهدل ده كله. فكنت واقفه بقول له ايوه يا رب انا واثقه في ده كله وعارفه ده كله، بس ازاي يا رب انت من المجد ده كله حطوك على الصليب؟ وسبت الكتاب وقفلته وكنت واقفه بصلي وبقول كيريا ليسون ومغمضه عينيا، بس لقيت قدامي السيد المسيح. شفت نص الفوقاني بس لغايه هنا، صدره عريان وايديه الاثنين على الصليب. مش الصور بقى اللي بتتعمل البسيطة كده اكليل شوك ونقطتين دم، لا المناظر فظيعة جدا. مطرح المسمار الدم بيجري وبينقط من كوعه، ومن هنا الدم بيجري وبينقط من كوعه. الاكليل الشوك داخل في لحمه، لحمه الأبيض الجميل ده مفتوح والدم نازل ومغرق دقنه. ودور لي وشه انحيادي ووشه انحيادي، عينيه داخله وجوه وكلها عذاب والم. شعره الجميل ده زي ما يكون مستحمي مبلول كله بينقط دم، صدره دم، وشه نقط دم دم، والشوك داخل وده مفتوح والدم نازل على وشه وعلى مناخيره. ودور لي وشه انحيادي ودور لي وشه انحيادي، شيء فظيع. خلاص خلاص يا رب مؤمنه. صبحت تاني يوم ورحت لابونا زكريا وقلت له ابونا ده انا شفت كذا وكذا. قال لي شوفي يا ناهد، انت قضيتي سنه مع المسيح في المجد، بيقول لك انا شلت عشانك الصليب
شيلي انت كمان الصليب، ما ينفعش، لازم تتبعيني وتشيل الصليب. وفعلا كانت سنة 89 اللي فيها بقى الجري والبهتلة وكل الحاجات دي. في السنة الأولى كنت بقول لربنا لا يا رب ده سر بيني وبينك، أنا مش وش بهدلة يا رب حد يعرف ولا حاجة، ده سر بيني وبينك وأفضل كده أعبدك وأنا في مركزي ووظيفتي ومفيش أي حاجة. كنت لسه طفلة في المسيح، ما أعرفش أن أنا لازم أشيل الصليب. سنة 89 الرب بالرؤية دي وبمنظره ده هيأني أن أنا فعلا لازم أشيل الصليب. نهاية كتابك للمسلمين بتوجهيه للمسلمين، طب هل المسلمين أرجو؟ أيوة أرجو، وجتني جوابات كتيرة جدا، بس للأسف 90% من الجوابات بيشتموني وانتي مجنونة، بس هم يعرفوا أنا مضيه مستر صليب مش ناهد، مش مضية ناهد أو ست كاتبة مستر صليب، يعني يا راجل 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 مستر صليب. فجتني جوابات كتيرة جدا، أنت مستر صليب مجنون، أنت مستر صليب ما بتفهمش أنت كده، وجاني جوابين ثلاثة ورديت عليهم ناس عايزة تعرف مسلمين. وطبعا كان في جوابات كتيرة مسيحيين وناس عايزة تعرف وردت عليهم، والرب يعني محدش يقدر يقول أنا جبت فلان للإيمان أبدا. السيد المسيح نفسه قال لا يستطيع أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب وأنا أقيمه في اليوم الآخر. الآب هو اللي بيكتذب، إحنا بس كل اللي بنعمله بنرمي البذرة، نمشي نرمي البذرة والرب بيعمل بيها. لكن أنا عشان أقول جبت ناس للإيمان أبقى كدبة وبدي نفسي مجد وببعد نفسي بقى عن مجد المسيح. المجد كله لله، أي مخلوق على الأرض ولا حاجة، من غير المسيح كلنا خطية وكلنا ما نسواش أي حاجة. كل المجد اللي نديه للرب، لحد يقدر يشيل عن حد خطية ولا حد يقدر يهدي حد ولا حد يقدر يجيب حد للمسيح، كله بإيدك أنت يا رب. الواحد بس كل اللي بيعمله بيدي إشارة ضوء، برمي حباية والرب هو اللي بينمي وبيروي وبيطلع الحباية. ما سلت البلاد العربية؟ لا بلاد عربية يقدموني الأمن دولة على صينية فضة. ناهد بيت أسألك سؤال، طلبت منا أنه كلنا وحق معك كل واحد منا لازم يبشر للمسيح، بس لم يجي هالشخص الغير المسيحي وبيشوف يلي عم بيبشر إن كان كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانتي، أي مسيح رح يقبل، شو انطباعاتك من حيث الوحدة المسيحية؟ يعني إحنا كده بنجزأ جسم المسيح اللي هو المفروض يبقى على بعضه، بنجزأ جسمه بنقطع جسم المسيح. أكيد الرب بيتألم على اللي احنا عاملينه، وبعدين الانشقاقات دي كلها جاية من الشيطان عشان يضعفنا، عشان بدل ما نبص للي بره نقعد نتخانق مع بعض انتوا صح وانتوا غلط، طبعا حرام. وبعدين في موقف جميل جدا في الكتاب المقدس، يوحنا جه في يوم للسيد المسيح وقال له رأينا رب رجل بيخرج شياطين ويشفي أمراض باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال له ليه منعتوه؟ من ليس علينا فهو معنا. إزاي أنا وإنتي والبروتستانت والكاثوليك و بنؤمن بمسيح واحد وبصليب واحد وبدم واحد ونقعد نتخانق مع بعض؟ إزاي دي تيجي؟ هو الشيطان اللي عايز يضعفنا، وبدل ما يخلينا نبشر بره نقعد نقسم في بعض. بصلي من كل قلبي وقريب اليوم ده، لأن الرب قال راعي واحد ورعية واحدة، أكيد الرب هيجمع الرعية ويبقى هو الراعي الوحيد ليها. أمين، وحييجي اليوم ده إن شاء الله قريب. إن شاء الله. الحمد لله. يمكن إذا بكون سؤال أخير بالنسبة لإليك، أنت شخصيتك كانت تماما مختلفة بالبداية، كنت متعصبة للإسلام، كنت إنسانة قاسية وقوية وعندها حضورة الاجتماع إذا فينا نقول، اللي هو هل يختلف وما بيقولوا الطبع بيغلب التطبع. كيف تقدري؟ ما هو لو تطبع يبقى الطبع يغلب، لكن لما الرب يغير اجيب طبع منين؟
هو أنا طول عمري شخصيتي قوية جدا، وطول عمري ربنا مديني أن أنا أتكلم وقيادة، ويعني مديني مقومات. أنا ساعتها لما كان فيا الحاجات دي كنت فاكرة عشان هبقى وزيرة عشان همسك وزارة، عشان ما كنتش عارفة أن الرب بيديني الحاجات دي عشان مهيئني العمل تاني. حتة الطبع والتطبع زي ما قلتلك، لو أنا متطبعة بنفسي، لكن مش لما رب المجد يلمس ويغير. خلاص نهد القديمة ماتت، دي نهد جديدة. أنا حتى صوتي ده مش صوتي، حتى جلدي ده مش جلدي. ابني لما شافني بعد سنين، فصديقنا اللي كان دعيه بيقول له ايه رأيك في ماما شكلها ايه؟ قال له ماما صغرت وحلوت، وشك يا ماما مدور. انا بعد ما تعمدت وخرجت من المعمودية، جت بنتي بتبوسني فقالت لي انت عاملة ايه في جلدك يا ماما؟ المدرسات اللي في المدرسة، وانا لسه قبل الموضوع ما يتعرف، بعد ما تعمدت وشفت السيد المسيح وقاعدة في مكتبي، لقيت اتنين بيجروا بعض على الباب ويبصوا عليا ويمشوا. فانا قلت ايه مالهم دول، وانا فيا ايه متغير؟ صديقة مسيحية معهم في الأوضة، لقيتهم بيقولوا لبعض هي نهد اتجننت راحت شدت جلد وشها. معايا صورتين لنهد القديمة ولفيبي، الصورة اللي هربت بيها من مصر. بيعيطولك فيبي ولا بعد اسمها؟ انا بحب اسم ناهد لان السيد المسيح ناداني 3 مرات ناهد. فمجرد اما حد بيناديني ناهد تنبسطي. لا مش متحجبة، ده هنا لابسة فلاحة، جلابية سودة وطرحة منديل. اللي انا عايزاكم تشوفوه تاخدي بالك، طبعا هنا انا اصغر والصورة قديمة وكده، لكن بصي العينين وبصة العينين وانت تشوفي المسيح عمل ايه، لمسة المسيح بتعمل ايه. بص العينين شوفي وجودها، اسمها، حياتها، حتى لو ما تكلمت شهادتها، مشيتها هي شهادة المسيح، وكل مسيح هيك. كل مسيح نحن كمسيحيين نحن بنعرف انه بنحترم العايده. فاذا الناهد بالنسبه لنا بنحترم الاديان الثانيه، بنحترم الدين الاسلامي. هيئتك انت ما بتحترميه، بتعتبريه بدعه. طب انت قلتي دلوقتي اديان سماويه، يعني اعتبرتي ان الاسلام والاسلامي والمسيحي يعتبروا اديان سماويه؟ لا. طب معلش انا بقى هرد عليكي. شوفي في الكتاب المقدس في رساله يوحنا الرسول بيقول اختبروا الارواح، اي روح ينكر لاهوت المسيح ده مش شيطان. الاسلام بيقول على السيد المسيح انسان بشر ونبي عادي، وبينكر صليب المسيح وخلاص المسيح. المسيحية وارتكاز المسيحية وأساس المسيحية في الخلاص اللي ادهوني المسيح بدمه على الصليب. لما حد يجي يقول لي لا المسيح ما اتصلبش، ولا ما فيش خلاص، ولا ما فيش صليب، وانتي لسه مستنية نبي اسمه محمد هيجي يكمل الدين. السيد المسيح على الصليب آخر كلمة قالها أكمل، كمل العمل كله بالصح، تم كل العمل. لما يجي واحد ينكر لي صليب المسيح أقول عليه دين سماوي إزاي؟ ده الشيطان متجسد، عايز، لأن الشيطان عايز يفقدك في الخلاص ودم المسيح. أكتر حاجة السيد المسيح عملها، مش أكتر، تجسد السيد المسيح ونزوله على الأرض عشان يشيل خطيتي على الصليب. لما حد يلغيلي أساس المسيحية أقول عليه منين؟ جاي منين؟ من السماء. السماء بتلغي نفسها؟ الله بينكر نفسه؟ طب كيف تنظري للإسلام ولليهود بهالطريقة؟ اليهود طبعا احنا معترفين بالعهد القديم وموسى، وطبعا معترفين، بس هم جم عند السيد المسيح وقالوا لا. حتى ما تقولي لليهود انتوا صلبت السيد المسيح، يقول لك لا
احنا صلبنا يسوع الناصري، ما صلب، ولسه قاعدين مستنيين المسيح. دول بالظبط بقى اللي قال عليهم اشعياء النبي ان هم لهم اعين ولا يبصرون واذان ولا يسمعون، طمس الرب على قلوبهم ما بيسمعوش وما بيفهموش. دول اليهود. لكن انا معترفه بكتابهم ومعترفه طبعا بالكتاب المقدس وشريعه موسى والانبياء وكل الكتاب المقدس العهد القديم طبعا معترفه بيه. ده انا تكملت العهد القديم. ادي بالنسبه لليهوديه كتاب من السماء وكتاب الله وشريعه الله وكله، لكن هم غمضوا عينيهم. يعني انت لما تمسكي في المحاكمه الاخيره للسيد المسيح تشوفي حنان وقيافة قالوا ايه ده دول المفروض اول ناس يأمنوا بالمسيح. الى خصته جاء وخصته لم تقبله، دول خصته اللي جاي لهم. لكن برضو هرجع اقول زي بولس الرسول، برفضهم احنا نلنا النعمة لان احنا الامم. ولكن اليهود بيعتبروا انه في ثلاث شغلات لتحقق مجيء المسيح. اول شغله هي العوده الى ارض اسرائيل وتحققت، ثاني شغله بناء هيكل سليمان واللي عم ينبنى حاليا تحت الارض بمدينه القدس، ثالث شغله هي مجيء المسيح. ما بعرف في شغله واحده لا تتحقق. الى اي حد او الى اي مدى صح الاقوال ما زالوا حققوا اول شغلتين بعد ما عندهم شغله واحده واخيره مجيء المسيح؟ هو انا لو بصيت وقلت بقى اليهود بيقولوا ايه وانا بقول ايه، انا هلخبط نفسي. انا خليني في مسيحي وفرحي وسلامي وكتابي المقدس واقعد اقرا فيه وارتوي من المسيح، وانا مالي ومال اليهود واللي بيقولوا بقى بيقولوا اللي هم عايزين. تبشير بالسيد المسيح في العالم، الرسالة بتاعتك. يعني أنا أشكر ربنا، الرب بيدي الواحد الأول نمو عشان يهيئه للحاجة اللي هو هيقوم بيها. ففي الأول خالص شهدت للرب في مصر كلها ولقيت الشريط في مصر وبعض الدول العربية، وجيت أمريكا لقيته ولقيته في كندا ولقيته. الناس كل المصريين اللي في العالم كله اللي جم مصر وسمعوا الشريط خدوه معهم وطلعوه بره، ودي كانت أول حاجة. بعد كده الرب سمح إن أنا يعني اقعد فتره كده منعزل عن العالم عشان امسك الكتاب واقراه كويس، لان ازاي هتكلم على اللي ما اعرفوش. فلازم الواحد يتملي ويبقى مليان من كلمه النبوه اللي هو الكتاب المقدس اللي في ايدينا ده عشان اعرف اتكلم. فالرب سمح في فتره اول مره اخلص الكتاب المقدس عهد قديم وجديد كان مع ابونا زكريا في السنه الاولانيه. تاني مره لما اضطريت اقعد في اوضه في بدرون 40 يوم حتى خايفه افتح شباك لحسن حد يعرف، صاحبة البيت قالت لي ده مخزن وأنا بستخدمه كمخزن وهسمح لك تقعدي فيه، بس ولا شباك يتفتح ولا نور ولا دوشة عشان الناس عارفة إن ده مخزن، ويلاقوا فيه حد بيتحرك هيجيبوا البوليس ويقولوا ده حرامي، فلو سمحتي. فطبعا بقيت أتبع تعليماتها. الأربعين يوم دول كان كل شغلي إن أنا أقرأ في الكتاب المقدس. ففي الأربعين يوم دول خلصت الكتاب المقدس لمرة تانية عهد قديم وجديد. المرة التالتة برضو في الست أشهر وأنا بجري برضو خلصت. قلت إن الرب حطني بالظبط زي ما تكون عايز تنقي حاجة أو تطوع معدن أو أي حاجة بتسخنه قوي عشان يبقى لين في إيدك. الرب حطني في التجربة دي مش طبعا عشان يعذبني ولا أي حاجة، عشان يهيئني وأتملي من كلمته ويهيئني بعد كده أخرج وأتكلم. لما الرب سمح لي بعد كده أخرج برضو قعدت 10 شهور أو 11 شهر لغاية ما خدت حق اللجوء السياسي. برضو في الفترة دي كان شغلي الشاغل طول النهار والليل الكتاب المقدس. فالرب حطني في الفترة دي كلها عشان ينميني ويملاني بالكلمة عشان لما أجي أتكلم من كلام الكتاب المقدس، بقى ما أقعدش بقى بس رؤية السيد المسيح وخلاص، هبقى زي نزفة الدم اللي عمالة تنزف وهي مش. لازم الواحد يتملي ويتلامس مع المسيح. وصدقوني
بشوف المسيح في كل حرف وفي كل كلمة في الكتاب المقدس، بشوفه عن قرب أكتر من رؤية. يعني أسألك سؤال، كيف بالنسبة إليك أنت تقبلتي؟ نحن بالنسبة لنا الإله واحد في ثلاث أقانيم، قلونا يا نحن صغار ونكبر معنا يا بالنسبة لواحد جاي جديد على دين غريب عليه، الإله واحد في ثلاث أقانيم. بس بصراحة شلون تقبلتيها؟ أنا هقول لك بصراحة، أنا كنت قبل الإيمان بقف أقول للمسيحيين لما العالم ده كله، شوف شوف الشيطان لما يتكلم، لما العالم ده كله يجي يقول لي إن المسيح هو الله، هقول لهم أنتم تفهموش حاجة. ده قبل الإيمان. لما شفت السيد المسيح في الرؤية، شفته في صورة ابن الإنسان، وشفت جواه الإله، القوة، العينين العجيبة، التأثير القوي، ده عينين الرب، الأشعة اللي كانت خارجة منها كانت بتنزل على جسمي بتسيحني من جوه وبتكونني من جديد. فلما بعد كده جيت قعدت مع ابونا وقال لي المسيح هو الله، هو الله، لأن شفت فيه الإله، أنا شفته في صورة إنسان بس شفت جواه الإله، القوة دي، العظمة دي، الحب ده، الحنان ده مش بتاع بشر، ده بتاع إله. وبعدين تفتكر هتقابل مع السيد المسيح من غير ما هيملاني من جوه بيه؟ وروح القدس برضو، ما هو روح المسيح. بولس الرسول بيقول ان لا يستطيع احد ان يقول المسيح رب الا بالروح القدس، يبقى الرب اداني الروح القدس عشان كده اعترفت بيه رب. ناهد، يعني هلا نحن بخبرتك وبشهاده الحياه تبعك بنقول انه ما راح يرجع اسلام على المسيحيه، والا المسيح حيضطر يظهر بال 24 ساعه شي 2000 مره على الاسلام اذا كلهم بدهم يكونوا مثلي. يعني هلا في ممكن مسلمين يرجعوا للمسيحيه من دون ما يظهر لهم المسيح؟ ممكن كمسلم يرجع للمسيحيه وليش بيترك اسلامه؟ الرب بيتعامل مع كل واحد حسب تكوينه وشخصيته. انا من النوع اللي ما كنتش احط ايدي على الترابيزه دي اقول لا ما فيش ترابيزه. يعني انا من النوع اللي لازم امسك الحقائق، لازم امسك الحقيقه واحط ايدي فيها، دقيقه جدا. وعشان كده لما بتكلم ولما حد بيكلمني على طول اي كلمه منحرفه كده او كده على طول المسها. فمش لازم كل مسلم كده، في ناس بسطة وفي ناس طيبة. يعني أنا هقولك، في واحدة معايا في هولندا برضو كانت مسلمة وبقت مسيحية، دخلت في الإيمان من كلمة واحدة، بتسأل واحد ليه أنت مسيحي، يعني ببساطة كده ليه أنتوا مسيحيين وكده، فقال لها رد جميل جدا والرب لمسها فيه، بقول لها إيه، لو أنت دخلتي بلد وتهتي في البلد دي ومش عارفة الطريق تروحي إزاي، تروحي الواحد ميت ولا واحد حي تسأليه؟ قالت له طبعا واحد حي. قال لها المسيح حي، أنتوا بتقولوا المسيح حي، تروحي لمحمد المدفون في التراب ولا تروحي للمسيح الحي؟ كلمة ما مع ان بقى الشخص اللي قال الكلمه دي انسان بسيط جدا جدا، بس الرب حط الكلمه دي خلتها قالت المسيح حي، والقران بيقول المسيح حي، يبقى هو المسيح الحي. طب برايك نهت الاسلام لن يخلصوا ما داموا هن الاسلام؟ انا الذين سيخلصونهم المسيحيين. بصي انا ليا دستوري وقانوني الكتاب المقدس، ما فيش خلاص الا عن طريق المسيح وصليب المسيح ودم المسيح. اجانا بقى اغير الكلام ده؟ طب شو ذنبك انت لو ضليتي بالاسلام؟ شوفي انت لما تقولي شو ذنبك انت، يبقى بتشككي في عدل الله. الله عادل، الله بيخبط على كل القلوب، والا ليه هيدلنا في الاخره؟ وممكن الناس تقول له واحنا مالنا، انت وريت نفسك لناهد ودخلت في الايمان، ليه ما ورتنيش نفسك؟ انت يا ابني قصيت قلبك، عشان كده الكتاب بيقول لك وان سمعت صوته فلا تقصوا قلوبكم. كل المسلمين اللي في مصر ما يقروش القران ويعرفوا انه مكتوب في القران ان المسيح عمل كل المعجزات دي بيقروها ولا لا؟ انما في الاخر خالص برضه نبي. ازاي؟
هنا سمعوا صوت وقسوا قلوبهم. كل عيلتي وكل الناس اللي سمعت وتعرف من هي ناهد متولي كويس قوي. انا جامعيه من سنه 63. قولي لي مين سنه 63 كان بيخش الجامعه ويكمل تعليمه؟ قليل جدا. انا حاصله على بكالوريوس تربيه سنه 63 من عيله كبيره جدا وغنيه ومركز كبير ومش عايزه اي حاجه. الناس اللي شافوا ناهد اللي ثابت ده كله وقالوا عليها اتجننت وجريت في الشارع، محدش فيهم يقول ليه؟ طب تعالوا نشوف مين المسيح ده اللي خلاها تسيب ده كله؟ الرب له طرقه، الرب العدل كله، بيخبط على كل قلب، والرب اللي إرادته الجميع يخلصون والمعرفة الحق يقبلون، هيسيب واحد ويعرف واحد؟ يبقى إله مش عادل، فما تقوليش شو ذنبهم؟ واللي هم قلبهم قاسي وسادين ودانه. بس هذا سؤال صغير ما بوافق كثير معك اللي عم بتقولي، لانه اليوم بالعالم تقريبا في عنا اذا بناخذ الصين والهند والى اخره في ملايين بليارات العالم اللي ما اعتنقوا ما وصلتوا البشاره لسبب من الاسباب. وكمان بمصر او بالعالم العربي طبعا، لانه من 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 بدء ظهور الدين الاسلاميه اضطهدوا المسيحيين، والمسيحيين طبعا ابتعدوا لاسباب عديده ومنهم حتى اسلموا. السؤال هلا انه وبذات الوقت نحن المسيحيين وقعنا باخطاء كثير كمان، والخطا الكبير اللي وقعنا فيه انه كان عندنا صراعات داخليه، وهالشيء طبعا وقف من التبشير بوقت من الاوقات، لانه لما كنا عم نتخبط بارائنا اللاهوتيه. يعني الله العادل اللي خالق السماء والأرض والكون ده كله بالنظام والدقة دي هيظلم إنسان؟ معقولة الله مات عشان واحد والتاني لأ؟ الله رضي يرسل ابنه الوحيد عشان يموت عشان يشيل خطية واحد والتاني لأ، ولا عشان خطية العالم كله؟ عشان خطية العالم كله. اللي ما وصلتلوش البشارة زي ما مكتوب في الكتاب ملوش ناموس، هو ناموس نفسه هيسلك بالفترة. اللي ما وصلتلوش البشارة معذور، لكن قول لي مين دلوقتي منطقة في العالم ما سمعتش عن المسيح؟ ما فيش طبعا. ما تقوليش هندوز ولا افريقيا ولا ما فيش. وصل بس الخبر، في ناس وصل مع شرح. يعني انا عايش بالسعوديه فتره 12 سنه، يعني ما بستغرب انا اذا سعودي قال المسيحي كافر 20 مره بقول له على التلفزيون منها. فالزلمه اللي ما شايف شيء في حياته قاعد بالبلد هذا اللي بس عم بسمع وما عنده غير اتصال. يعني لا مسيحي رح يحكي هنيك وما عنده غير اتصال، فما كثير بتحاسب. كلامك مظبوط، بس انا برضو هرجع اقول